السلام عليكم. هذه واحد ثلاث ايام كان وزير الصحه جا لزاكوره باش يشوف الوضع الصحي الى غير ذلك. كي داير في زاكوره الوضع الصحي؟ كتلخصوا واحد القصه وقعت هذه البارح في مدينه زاكوره. دريه صغيره عندها 4 شهور قرصاتها عقرب، داوها للسبيطار ديال زاكوره، قالوا لهم سيروا للسبيطار ديال برزات حيت زاكوره ما فيهش الدواء وما فيهش فين تنعس الدريه وما فيهش زعما غير على القرصه ديال العقرب. ورزدت لا ميم شوز، قالوا لهم سيروا لمراكش حتى هو لا ميم شوز. دونك الوضع الصحي في المنطقه ولا في زاكوره بالنسبه للمسؤولين على الصحه في البلاد هو هذا الوضع الصحي. كتقتصروا ديك المسافه بين ورزازات بين زاكوره حتى مراكش اللي ضربتها هذه العائله هذه باش يلقاو شي دواء ولا يداويو بنتهم. فاش في 2018 في القرن 21. تبارك الله عليكم. السلام عليكم. هذه واحد ثلاث ايام كان وزير الصحه جا لزاكوره باش يشوف الوضع الصحي الى غير ذلك. كي داير في زاكوره الوضع الصحي؟ كتلخصوا واحد القصه وقعت هذه البارح في مدينه زاكوره. دريه صغيره عندها 4 شهور قرصاتها عقرب، داوها للسبيطار ديال زاكوره، قالوا لهم سيروا للسبيطار ديال برزات حيت زاكوره ما فيهش الدواء وما فيهش فين تنعس الدريه وما فيهش زعما غير على القرصه ديال العقرب. ورزدت لا ميم شوز، قالوا لهم سيروا لمراكش حتى هو لا ميم شوز. دونك الوضع الصحي في المنطقه ولا في زاكوره بالنسبه للمسؤولين على الصحه في البلاد هو هذا الوضع الصحي. كتقتصروا ديك المسافه بين ورزازات بين زاكوره حتى مراكش اللي ضربتها هذه العائله هذه باش يلقاو شي دواء ولا يداويو بنتهم. فاش في 2018 في القرن 21. تبارك الله عليكم.